يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: توفي والدي مطلع هذا الأسبوع وأريد يقول توفي والدي مطلع هذا الأسبوع وأريد أن أعمل له عملا صالحا، فبماذا تنصحني وفقك الله؟ إذا أوقفت له وقتا جعلت ثوابه وأجره له هذا أحسن شيء، أو تتصدق عنه بما تيسر، يعني تعمل له أعمال صالحة، تحج عنه، تعتمر عنه، ولا تنسه من الدعاء، فادعو له دائما. نعم.